ነቢያችን ምን ይላሉ? المؤذنون مؤذنوتكو اطول الناس اعناقا يوم القيامه مؤذنوتكو يوم القيامه አንገተረጅሞቹ እነሱ ናቸው። ከፍጡራን በላይ ቀና ብሎ የሚታዩት እነሱ ናቸው። ዑለማዎቹ ምን አሉ? ዱንያ ላይ የአላህን ትልቅነት አላሁ አክበር ይያሉ ወደ ላይ ከፍ አረጉ። አላህ ወል ቂያማም ከፍጡራን በላይ ከፍ ያደርጋቸዋል። አላሁ አክበር። አቀሳቀሳችን ወደ አላህ ምን መራው በዚሁ መልኩ ነው። አላህ ይጠብቀንና እንደዚህ ደግሞ ወደ አላህ ምንነዷሉ። ومنكم من يبعث وبطنه منتفخه ሆዱ ተነፍቶ لا يقوى على القيام መቆም የማይችል ولا يستطيع الجلوس ሊቀመጥ ቢልማይሳካለት يتخبط عن يمينه وعن شماله ከቀኝ ወደ ግራ ይወደቀ ወደ አላህ ምንነዳለ። ነብዩ እነዚህ ሰዎችን ሲገልጹ ማና ምን አሉ? አኪሉ ሪባ ሪባ ወለድ ያሳደደ የሚበላው ሰው ምሳሌ። ዛሬ ዱንያ ላይ ወለድ አትብላ ብለን ዳዋስን ሰጥ ስልምና ባክ ስራ ያሰራም ይያለ ወለድ ሲለቃቅም ይቆየ እንዲህ ብሎ ይነሳል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህም ቁርአን ላይ ይህን ሲያጠናክር ምን አለ? الذين ياكلون الربا ነዛ ወለድ የሚበሉት لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس መቆም አይችልም። ልክ ሸይጣን ጅን ነክቶት ሚወድቅ ሚነሳ ግለሰብ ታቆይል ልክ እንደዛ የወደቀ የተነሳ ነው ወደ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ሚነዳው። አላህ ይጠብቃን። ሙስሊሞች ከወለድ ራቁ። አሁን እስላማዊ ባንኮች ተመስርተዋል። ከአላህ ዘንድ ዑዝር የለንም። ባንክ ውስጥም ያለውን አውጥተን ለመስጂድ ለድሆች ሰደቃ እንስተው ከወንጀሉን ጸዳለን። ረጁሉን ሌላው ደግሞ አለ ወደ የውም አልቂያማ ሚነዳ። ረጁሉን የሲሩ ፊ አርድ አልመህሸር ወደ መሰብሰቢያው መሬት ሚያቀናለ። ወሚን ሐውሊሂ መጅሙዓቱ ሚን አልአጥፋል አስሲጋር ህፃናት ከበውታል። ሀዛ የተዓለቁ ቢየዲ አንደኛው እጁን ይዘዋል። ወሀዛ የተዓለቁ ቢቀደሚ ሌላኛው ጉሩን ይክተዋል። ወሀዛ የጅሩሁ ጀረን ወሀዛ የድፈዑሁ ደፍዓን አንዱ ይጎተዋል አንዱ ከኋላ ይገፈዋል። ህፃናቶች ከበውታል ወደ አላህ ፊት ሊያቀርቡ እየጎተቱ ይወስዱታል። ነቢያችን ይሄን ሰው ሲገልጹት ምን አሉ? ሀዛ አኪሉ አምዋል አልየታማ ቢልባጢል የቲሞችን ንብረት የሚበላ ግለሰብ ነው። የቲሞች ከጁ አሉ የነሱን ብር የሚበላባቸው። አንድ ሰው ሞተ ዱዓን አርግልሽ ተብሎ ይመጣል። ባሏ ሞቶባታል ለዱዓ መታቀረው የቲሞችን ሐቅ ነው። ከውጭ የቲሞችን ልርዳ ብሎ ብር ያመጣል ቤት ይሰራበታል። እና አይነት ሰዎች እንዲናቸው ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انذا يتيمن ገንዘብ ببدل ميبلوا انما ياكلون في بطونهم نارا هداتشو ساعتي يكتتو نو وسيسلون سعيرا كتقطعطلچو ساعت üst يغباطال لنا عندهم هنا ود الله مينندوا له. ومنكم من يبعث وهو يحمل ما سرقه في الدنيا دنيا لي يسرقون ياجبربرون يزرفون تشكموا انداله ود الله مينندال يا الله دنيا لي يسرقون هلا الله انديچيل يادرغوت تشكموا انداله ميمطال. يقول تعالى الله قران لي من يلنال ومن يغلل ياجبربر ياتلل يشود ياتي بما غل يوم القيامه ياتللون يسرقون نجر يزو ودني يمطال يلنال الله سبحانه وتعالى. ከሴቶች ደግሞ ምትነሳለች ሰዓት ለብሳ ግንባሯን ይዛ ወዮልኝ ወዮልኝ ያለች የጮሆች ምትነሳ ሴት አለች። ነብያችን እቺማን እንደሆነች ሲናገሩ ምን አሉ? ኢነሃና አይሃቱ አስለቃሽናታ ሰው ሲሞትባት ሪም ምትል ራሷን ይዛ ያ ወይላ ወዮልኝ ምትል ወዮልኝ ያለች የውመል ቂያማ ትነሳለች አሉ። እናቶቼ ሰው ሀዘን ትካዘን ይደርስብን ይችላል። صبر ለናደርግ ይገባል እንዲሆነ እንዳንነሳ። አልማኒ ዘካ ዘካን የከለከሉ ሰዎች ደግሞ የነሱ ይዘት ደግሞ የሚያስደነግጥ ነው። የውመል ቂያማ ይሄ ያልሰጡት ብር
እንደ እባብ ሆኖ የነደፋቸው ነው አላህ ፊትም ይሰበሰቡት من اتاه الله مالا قالوا نبياችን صلى الله عليه وسلم الله اكو ንብረት ሰጥቶት فلم يؤدي زكاته زكاون ያልሰጠ ሰው مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع مطفو باب هنو ينسالتال يطوقه يوم القيامة يوم القيامة يوغاوال ثم يأخذه يزونناه باب من الال ويقول أنا مالك أنا كنزو نكو دلبهنين نبرتنين برهنين ياسك أيها الالال እንሰሳው ጭምኑሮት የእንሰሳዎቹን ዘካ ካላወጣ መሬት ላይ ተኝቶ እንዲረግጡት ይደረጋል ገንዘቡ ተቀልጦ እንዲተኮስ በዛ ይደረጋል አላህ ይጠብቀን ዘካችን አስበን በማውጣት ላይ መበራታት አለብን ሰው ታዲያ እንዲያለ ወደ ምን ነው የሚያቀነው ወደ አርዱል ማህሻር ወደ መሰብሰቢያው መሬት እቺ መሬት ነቢያችን صلى الله عليه وسلم لم يطأه احد لال من مرغطات ما تاق مريتنات الله قران لي تش مريت سيناجر يوم تبدل الارض غير الارض يوم القيامه اكو اهون يالاچو بات مريت بليلا مريت تقيرالچ ابن عباس تشن سيفسرو يوم تبدل الارض ميون سيفسرو دم يالفسسبات ونجل يالتسربات اديس مدر نو مينتفو والسماوات سمايم تلوطالج وبرزوا لله الواحد القهار لا عندنا لا اشنا في وجيتا يجلطال كلاتشن لا الله كقبر وط نجلطالن نبياتنا صلى الله عليه وسلم ايش مدر بميغرم هنيتا نو يجلصوات يحشر الناس يوم القيامه سوتك يوم القيامه يسبسبالو على ارض بيضاء نتش مدر نتشنو الله ما يدرغو عفرا نصاطوا كبردو ينصاج كقرصة النقي كنتش دوكيت ينصاج لا معلم لأحد لما نمن ملكتي لله ترارا يلو وطاقب يلو اندال لكل ويسألونك عن الجبال سنة ترارا وشتيكوها فقول بلاتشو ينصفها رب نسبا الله يبتنات البلاتشو فيذرها يتواتى القاعا صفصفا لا تعلش مريتا دربو يتواتى البلاتشو لا ترى فيها عوجا ولا أمتا واتقبينلو ترارينلو لا تعلم دالين من كسكسو نتش هنا لا تعلم مدر لي فتقران كزالينو كالله في تميس سبسبو ودزش مدر مريتنو ميكاموت كلو مدزش مدر يقوازال ግን ወደዚህ ምድር سنጓዝ ሶስት አይነት ሆነን ነው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙእሚኖችና የካህዲያን ሲገልጹ የመጀመሪያዎቹ ረወት ትርሚዲዩ في السنن من حديث ابي هريره ترمذي بسرالفت حديث لي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبياችን من ይላሉ يحشر الناس يوم القيامه سوتكو يوم القيامة ود الله يسبسبالو ثلاثة أصناف سوستاينة كفل هنا صنفاً يمجمراو كفل ركبانا يقلب ميمتال يورك فرس لي وصنفاً مشاتاً بقرو دكمو يهدو لالله ميمتال وصنفاً على وجوههم بفيتاتشو من رمد الله نبيهات صلى الله عليه وسلم يمجمراو تشو فرس لي يورك فرس لي نو لك ከቀብራቸው እንደወጡ እነዚህ ሙተቆሽ ናቸው አላህም በጣም ይጠነቀቁት ሁሌ ከዱንያ አኺራን ያስቀደሙ ለአላህ በፍርሃት ይተሞሉ እነዚህ ሰዎች ወደ መልቂያማ ልክ ከቀብራቸው ሲወጡ መላእካን ይጠብቋቸዋል አላህ ይሄን ክስተት ቁርአን ላይ ሲገልጽ የውመ ነህሹሩ ልሙተቂነ ኢላ الرحማን ወፍደን እኛ እኮ ወደ መልቂያማ ነዛ እኛን የሚፈሩን ባሮችን ነዛ እንደጋጎቹን ወደ አርህማን ወደ አዛኙ ጌታ ስንነዳቸው ወፍደን አይ ሩክባነን ፈረስ ላይ አስቀምጠናቸው ልክ እንደወጡ መላእካን ይቀበሏቸውና ነዛ የሚያምሩ መላእካዎች የወርቅ ልጓም ያለው ፈረስ አዘጋጅተው መርሐበን እንኳን ደና መጣ በልፈረሱ ላይ ውጣ ከዛም ያበስሯቸዋል አላ ተኻፉ አትክዙ ወላ ተህዘኑ
እንዳታዝኑ ወአብሽሩ ተበሰሩ ቢልጀነቲ ለቲ ኩንቱም ተውዓዱን ዱንያ ላይ ያላችሁ ቃል ስትገባላችሁ በነበረችው ጀነት በሷ አብሽሩ ይሏቸዋል ይደነግጣሉ ሙእሚኖቹ ሲያያቸውም ያምሩ ናቸው ምን አንቱም እናንተ እነማን ናችሁ ይሏቸዋል ናህኑ እኛማ አውሊያኡኩም في الحياه الدنيا وفي الاخره ياما بالدنيا ميالن ان انت رداتوچ وداجوچ كينبرن يا الله ملائكوش نن باخره من دزاونن ولكم فيها ما تشتهي انفسكم اون اخره جنت لي نفساچو متفلغو كل عللاچو ولكم فيها ما تدعون يتطراچوت نجر لن انت عللاچو ابشروا ميبالو فطروچال دغاغ صالحوچال لكن الناس يادرغن الناس لمهون مطارين وربنا الناسي سوت لك اندوطو راقوت ايهونو ودياو لبس يلبسالو مجمرى كفطران لبس ميلبسوت نبياچن صلى الله عليه وسلم اندالوت مجمرى لبس ميلبسو اباتاچن نبي الله ابراهيم نو يلال لمن اساتچون الله اسقدمالو مفسروچو سيناغرو نبي الله ابراهيم لا الله دين سيلو راقوت هونو ودسات تورورو نبر ራቁታቸውን ነበር ወደ ሰዓት የወረውራቸው ሊያቃጥሏቸው አላህ የውመል ቂያማ የመጀመሪያ በማልበስ ክብራቸውን ይጠብቀዋል ከዛ ነብያቶች ይለብሳሉ ከዛ ሲዲቆች ይለብሳሉ ከዛ ሸሂዶች በሱ መንገድ የተሰውት ይለብሳሉ ከዛ ሷሊሆች ወልዮች ደጋጎች ይመጣሉ ሁሉም ይለብሳል ሙእሚኑ ለብሶ የሚያምር ልብስ ለብሶ ፈረሱ ላይ ወርቅ ልጓም ይዞ ነው ወደ አላህ ሚነዳው ገና እንደወጣ በጀነት አብሽር ይባላል ፊቱ ያበራ ነው ከቀብሩ የሚወጣው ሁለተኞቹ በግርም ይሄዳሉ ሶስተኞቹና ደግሞ የሚያስደነግጠው እነዚህ ካህዲያን ናቸው ፊታቸው ጥቁር ለብሶ በፊታቸው ይራመዳሉ በፊቱ ሰው እንዴት ይራመዳል ሰው በግር ነው እንጂ እንዴት በፊቱ ይራመዳል እንደኛም ግራ ይገባው ሰሃባ ይሄን ጥያቄ ይሄን ሐዲስ ይናገሩ ለሰማቸው የአላህ መልእክተኛ አቀርቦ ነበር كما في صحيحين من حديث انس نبياچ مناሉ ان رجلا قال انس يسترف من على ይሄን ሐዲስ ይናገሩ ሰምቶ አንድ ሰው ጠየቀ يا رسول الله يا الله መልእክተኛ كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامه يوم القيامه እንዴት ነው ከሃዲያን በፊቱ ሚራመደው አሏቸው قال نبي سملس منالو اوليس الذي امشاه على رجليه في الدنيا قادر الدنيا لي بولت تغروچ يارامدو جيتا چاي ادلم اندي على ان يمشيه على وجهه يوم القيامه يوم القيامه بفيتو ليارامدو من يصانوال بله نو قتادا تعلقوا القران تنتان ابن عباس درس من الال بلا برغط وعزه ربنا بقيت تشلقنا يهنبن بفيتاچو ينداچو الال قتادا رحمه الله عليه اهوننيا اباب ما ناوقو نورن بهودو ميرامد انسسا علبنبال انا من نبر ليت سو بهودو يرامدال بغرو نو انجنل نبر ار الدنيا عليه جنيه عند ملكت ايتنوال يوم القيامه الله بمياقو طبب بفيتاچو ندرامدو يادرغاچوال تغلبطاو نو ميمطوت سبحان الله الله يطبقن قران الله الله سبحانه وتعالى اين كستت عظمو تسطو سيناجر من يلنال ونحشرهم يوم القيامه انسبسباچوالن يوم القيامه على وجوههم بفيتوچاچو عميان وبكمن وصم عيناتشو تاورو جراتشو ما يسمع عفاتشو دداهنو بفيتاتشو ندرامدو يدرقال مأواهم جهنم ما زوتاريتشو جهنم نات كلما خبت ساتوام سيت أفا زدناهم سعيرا مكت أتألن من جمر اللات ساتوستنو من جمراتشو إلى الله بفيتاچو يرامداچوال ويخرجون من الاجداث كقبرست الذي كهديان تفلفل يوطالو كانهم جراد منتشم لك اندامبطا مريتو مولتوت يغوازالو امبطا ايتاچوال اكبابين سيور رسبرسو يتدارب سيرامد لك اندزانو اميرامدوت يلونال نبياچن صلى الله عليه وسلم
እነሱም ግን ልብስ ይለብሳሉ ባይሆን ሌላ ልብስ ነው እንጂ የሳት ልብስ አላህ ያለብሳቸዋል ወተረል ሙጅሪሚን የውመኢዝን የውመል ቂያማ ነዛ ወንጀለኞችን አመጸኞችን ተመለከታቸዋል ሙቀረኒና ፊ الاስፋድ በሰንሰለት እጃቸው ካንገታቸው ጋር ተጠፍሮ ሰራቢልሁም ልብሶቻቸው ምን ቀጥራን ከአስፋልት ጭቃ ነው ወተግሻ ውጁሃሁም ናር ፊታቸውንም ሳት ትሸፍናቸዋለች አላህ ይጠብቀን ወነሕሹሩ ልሙጅሪሚና አላህ ሌላ ቁርአን ላይ ምን ይለናል እነዛን አመፀኞችን እኮ ደኛ እንሰበስባቸዋለን የውመኢዝን የውመል ቂያማ ዙርቃ አይናቸው አዝረቅ ሰማያዊ ሆኖ አይናቸው ፊታቸው ጠቆ በጣም ያስፈሩ አይናቸው ሰማያዊ ለብሶ ወደ አላህ ያቀናሉ ይጓያሉ ከቀብር እንደወጡ አንዱ ጃፓን ያለ ካፊር ነው ሌላኛው አሜሪካ ያለው ነው ፈረንሳዊው ተሰብስበዋል አንድ ላይ ይመካከራሉ የተኻፈቱነ بينهم ድምጻቸውን ዝቅ አርገው ይጓያሉ ኢንደብስቱም ኢላ 10 ዲዱንያ ለይኮ 10 ቀን የቆየ ነው ይባላሉ ስብሃንአላህ ያጠርባቸዋል ሁሉ ነገር የውመል ቂያማ በዚህ መልኩ ነው የሚነዱት አይናቸው አያይም አላሁ ስብሃነ ወተዓላ ቁርአን ላይ ክስተት እንዲህ ሲል ያወሳልናል ወመን አዕረደ አን ዚክሪ ከኔ ግሳጼኮ የራቀ ፈኢነ ለሁ መዒሸተን ደንቃ ለሱ ጠባብ ህይወት አለው በዱንያም በቀብሩ ውስጥ ወነሕሹሩሁ የውመ ልቅያመት አዕማ የውመ ልቅያማ አይኑ የታወረ ሲሆን እንነደዋለን ከዛ ይጠይቃል ቃለ ረቢ ጌታዬ لما حشرتني اعمى لمن عين سور ارغندهاني وقد كنت بصيرا دنيا ليكم ملكت نبرير عليه مسكين الله سملسلت منال قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها لكن ذيوكو دنيا لي ينيا ملكت ينيا تغزات متطله رستهوال وكذلك اليوم تنسى ዛሬ አንተም ተህመል ተተዋለ ይለዋል አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን አስደንጋጭ ክስተት ሲያዩ የዱንያ ቆይታቸው ቀድም እንዳሉ ትንሽ ይመስላቸዋል ወየውመ ተቁሙ ሰዓቱ ቂያማኩ ስትቆም ይቅሲሙ ልሙጅሪሙና እነዛ መጸኞች ይምላሉ ማለቢሱ ገይረ ሰዓ ዱንያ ላይ ለሰዓት ያህል እንጂ የቆየን አልነበርንም ሲሉ ይምላሉ كذلك كانوا يؤفكون لكن ديهم نبر دنيا لي سيقطع طفو ينبروا تلنال كأنهم يوم يرونها لك مسلاتشوال يعني سايوت لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وعند النقات قال يا مان دمشت بچا يقويوا أهالي مسلاتشوال الدنيا تشر مسلات التاياتشوال يا ناس دنقاتشون يتاسيايو ناتو تشاباتو تشي ዱንያ ጅግ በጣም አጭርናት ለነታለልላት አይገባም ታዲያ ወደምን ነው እንዲህ ብለው የሚያቀኑት እንዲህ ብለው የሚነዱት ወደምንድን ነው ለምንድነው ሳአላሁ ሱብሃነ ወተዓላ በዚህ መልኩ ይቀሰቀሳቸው ሱብሃንአላህ በተለይ ኩራተኞችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ ይሕሸሩ ልሙተከብሩ ከአምሳል ዘራ في سورة الإنسان نذا كراتنيوچكو دنيا لي بسلطانو ليهون يچلال بغنزبو ليهون يچلال بزرو بدينو اني ديننيا ني بمالتم ليهون يچلال اميكورو سوت يوم القيامه عند ذره عند تنين هونو نو ميكسكسو يسو لج يرغطاچو نو ده الله ميسبسو قرصاچو سو نو ميمسلو ستاچو غندال نو ميحالوت سو ندي رغطاچو ابن كثير رحمة الله عليه من إلال لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه الله أكو أزاني قتا لماد فالسمال أن من عاش على شيء مات عليه بأند نقر لي يزو الترمي موت ومبزانو ومن مات على شيء بعث عليه بأند نقر لي دقم ويموت أمك أسكسو ومبزانو تكسكسو ودم قوم يومريت يسب السبال ሁሉ ሚሰበሰባል የትም ቦታ بنበታተን አይነማ ተኩኑ የትም ቦታ ብትሆኑ ያቲ ቢኩሙላሁ ጀሚዓን
الله باند لي يا متعجوال إن الله على كل شيء قدير الله بهل من قر شاينو قل بلا شوانت محمد إن الأولين والآخرين يما جمراوتشم يما جرشاوتشم فطوركو لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يوم القيامة هلوم السبال وحشرناهم مكر اللم هلوم سبسبناتشو فلم نغادر منهم أحدا أندم مكر اللم هلوم تسبسبو كالله سبحانه وتعالى فيت يكومال انسى ساوتش ايكروم وإذا الوحوش حشرت انسى ساوتش ميسب السبع له جنو شيطانو اندال فطران زي نجش مريت لي كالله فيتكم يا الله رحمك يا رحمن كعباتاتشن ادم جمرو اسكمج الرشاو كاما اسكمتكم بدرس يالو سوج عند ميدالي سفرالو ثم تدنو الشمسالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم كزين بوهلا ساين دتكرب يدرقال ودفطوران ندوانجلو ندتاقاتلو يدرقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المقداد ابن الأسود مقداد باستر الله في حديث لي من يلالو تدنو الشمس يوم القيامة سوكوكك أمبت لي ساين تكربال لج حتى تكون منكم كمقدار ميل ميل يا هالدرس اسكت قرب درس ان حديث يسترالفو سلمان بن عامر يتبالو سو من يلال ميل يالو تكو النبي صلى الله عليه وسلم سيتوچو ميقالوبت ايچ برتو انتون عاليا مريت لا يال رزمت علاقو ميل مالت 4000 چاما يلتا قرب رقاتنا چاما عالم دغمو يا مكو يا متحالنات يزاني حال الله يا قرباتال صحيوان تاريا من يفطرال فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق سوتو اندسراچو لا بيوطاچوال فمنكم من يكون الى كعبي اسكقرچمچميتو درس لا بيوطوال ومنكم من يكون الى ركبتي اسكقلبتو درس ميدرسبتال ومنكم من يكون الى حقبي اسك قبطو ماسرياو اسك وغبو درس لابو ميدرسبت سو الله ومنكم من يلجمه العرق الجامع لابو دغمو اميافنوا لالونا نبي صلى الله عليه وسلم واشار بيدي بجاچو ندي ادرغوا اسايو نبياچن صلى الله عليه وسلم لابو اسكزي ميوطو الله انده ونجرو كله متطمق الله يطبقن كونجل امام الغزالي رحمه الله عليه من الالو اتشن حديثي تنتنو الدنيا لي يا الله انتزاز لما فزم لا بيا لا وطاسو ازاچ ميدا لي يا لباتا للالو امام الغزالي رحمه الله عليه زاري للاسلام النصر الله عززنا النصر رمضان بسرعه ننصو حجم بسرعه نادرك اهون يا لابن اندهون نجا كذا نتطبقالن نجر جنزا متقوچ دغاغ سوچ ايه صحاي نسونا يملكتاچوم ان المتقين في مقام امين على الله نزا الله ميفرتكو سلاماوي بوتا نو يالوت ايه موقت نسونا يملكتم صحايو ما تاغنياچوم يبلط دغاغ يهونوتما كعرش طلا سر يكمتالو كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره نبياچ صلى الله عليه وسلم من يلالو سبعتكو سوچ قالو كامتوچه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله طلا بما ينوربت كان الله كعرش طلا مياستللاچو سوچ قالو انما ناتشو اندنيا امام عادل فتحوي استداري وشاب نشا في عباده الله بعباده باملكو كلجنه جمرو يادغه وطات اباتوچناتچ لجوجاتشن بعباده كوتكوتنا صدقاچو كنزي هونو لنزند ورجل قلبه معلق بالمساجد قلبو دغمو بمسجد يتنطلطلچ سو من مالتن እንደኛውን ኢቃም እየተባለ መስጂድ መሄድ ማለት አይደለም አዛን ካለ በኋላ ኢቃም ከተባለ በኋላ ውዱእ ያደርግ ማለት አይደለም ልክ ዙር ሰግዶ ሲወጣ አስሩስ መቼ ነው የሚደርሰው ልቡ ሙአለቅ የተንጠለጠለ ይሄ መሆን አንችልም ይችላል
በሶላት ያለንን አትኩሮት ጨምረን የመስጂድ ፍቅራችን ማዳበር ከነዚህ ሰዎች እንድንሆን ይረዳናል። አራተኛው ደግሞ ወረጁላኒ ተሐባ ፊላህ ኢጅተማ አለይ ወተፈረቀ አለይ ሁለት ሰዎች ናቸው የተዋደዱት ለአላህ ሲሉ ነው እሚለያዩትም በአላህ ላይ አደራ ተባብለው ሲገናኙ በአላህ መንገድ ስለአላህ ሲለያዩ አደራ አላህን አትርሳ ተባብለው እነዚህ ሰዎች በመሐባቸው የውመል ቂያማ ለአላህ ሲሉ ስለተዋደዱ ከአርሽ ጥላ ስር ይሆናሉ። አምስተኛ ወረጁሉን ዳአትሁ ምራአቱን ዛት መንስብን ወጀማል ውበት ያላት ስልጣን ያላት ሴት ለዝሙት ጠርታው ይሄ ወጣት ምን አላት فقال اني اخاف الله እኔ አላህን ፈራለሁ ያላት ይህ ሰው ከአርሽ ጥላ ስር ይሆናል። ልክ እንደ ነብዩላህ ዩሱፍ እንቢ እንዳሉት ማዓዝ አላህ እኔ ይህን አልፈልግም በአላህ እጠበቃለሁ እንዳሉት ወረጁሉን تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه አንድ ሰው ሰደቃ የሰጠ ሰው ነው አሉ። ስድስተኛው ሰው ቀኝ እጁ ሲሰጥ ግራ እጁ ማታየውን ያህል ደብቆ የሰጠ ምን ማለት ነው? ሰደቃ ሲሰጥ ሚስጥር ያደረገ እዩልኝ አይደለም በሚስጥር ሰደቃ ይሰጣ። በግልጽ መስጠት የሚወደድበት አጋጣሚ አለ። ሰዎችን ለማነሳሳት ከተፈለገ መስጂዱ ሰው ርዱ ይሲል 300 ብር አውጥቼ ነው የሰጠው ሌላው ተነሳስቶ እንዲጨምር ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ይቻላል። ግን በይበልጥ የሚወደደው ደብቀ መስጠት እንዲህ አይነት ሰው አላህ ሚያይለት ነገር አለ። እኔም ፈልጎ እኮ ነው ይሄን ያረገው ሰውም ፈልጎ አይደለም አላህ ከአርሽ ጥላ ስር ከሚያስቀምጠው ነው። ሰባተኛው ደግሞ ወረጁሉን ዘከረላህ ኻሊያን ففاضت عيناه الله انت دبقو دورمو جبتو ويمنيتا بيتون قلفو علام بيرون قلفو كچ برو يوم القيامه ناون ياوسانون استاوسو الله انا استاوسو وانجلون استاوسو علقسا يهن الله سبحانه وتعالى كعرش طلاسل يادرغوال نزا مؤمنوچ نزا متقوچ اهون يتقسنو چغر نسون ايملكتاچوم تاديا سوچو ይህ ሙቀት ሲበዛባቸው በላበት ሲጠመቁ አማላጅ ወደ አላህ ይልካሉ። ከዚህ ካለንበት ሙቀት የሚያወጣን ሸፋዓቱል ዑዝማ ታላቁ የአማላጅነት መድረክ የነብዩ ልቅና በፍጡራን የሚታዩበት መድረክ ነው። አሁን የምጠቅሰው ታላቁ አማላጅ